أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يدخل في قوله تعالى فليس من الله في شيء من أعان الكافرين على المسلمين عالما بالتحريم ولكن فعله لأجل مصلحة دنيوية؟ هذا يرتد، إذا أعان الكفار على المسلمين من غير إكراه بل طواعية منه هذا يرتد عن دين الإسلام. من يتولهم منكم فإنه منهم. نعم.